لفه يعني. امرأة متبرجة كاشفة مستغلة الكمام واللثام تكشف بعض وجهها وبعدين أزالت الغطاء كامل، ما تدري إنه يوم من الأيام تعذب بما عصت الله به. سارق الحجيج عذب في النار واقف على محجنة ليسرق متاع الحاج بالليل. المرأة اللي حبست الهرة لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي طعمتها تعذب بهرتها تنهش عجيزتها تنهش ذنبها عقوبة. الذي تردى من جبل ومات يعذب يتردى فيه، الله أعلم في البرزخ ويوم القيامة قدام الناس. واللي تحسى سما سموا في يده تحساه، والذي قطع براجم أصابعه قيل له لن نصلح منك ما أفسدت، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة فأصلح له. طيب اللي في مكتبه قدامه امرأة ويمازحها ويتكلم قدام الناس، الناس شهداء الله عليه يوم القيامة، الجدران تشهد عليه، الصور اللي تصور، كل مكتب فيه كاميرات، فإذا كانت محفوظة هذه المشرفين على المكتب فكيف بالشيء اللي محفوظ لله والملائكة اللي مسجلة عليه وتسجل عليه وكذا كذا كذا. أيظنون أنهم قدروا أن المرأة قدرت أنها تخرج متبرجة ومتزينة أن الله غافل عنها؟ وما الله بغافل عما يعملون، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وفي نجم هوى. ليش يغفلون الناس؟ ليش يعني قدرتم لما قدرتم عصيتم؟ اللي عصيته يقدر يضربك بشلل جسمك كله بعمى بما عصيت الله به، نظرت بعينك إن لمست بيدك. النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يدهم، رأت يد أجنبية لا تحل حتى البيعة اللي أعز شيء عليهم، وأنت صالح المرأة وتشوف هي حارة يدها ولا لا، تمهد لشيء ثاني بنفسك؟ أو هي تزين قبل ما تطلع عشان إنها تعجبك يعني حتى تنظر إليها؟ قدرتم؟ الله عليكم أقدر، الله عليكم أقدر، الله عليكم أقدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أن أخذها وألم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والله العظيم إني رأيت إنسان في النزع وأنه يستمع الغنى ويغني مع مسجل اللي بالسيارة، أنه يغني مع مسجل وأنه في النزع، متى يقول لا إله إلا الله؟ عصى الله باستماع الأغاني من ظن فيه، صار عليه حادث ويستمر يغني وهو مقطوعة الرقبة وأنا شايف ضربة جانب السيارة اللي بين الزجاجة اللي بين الباب وبين الزجاجة الأمام وقطع الركب ويغني وهو في النزل. انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن من عاش على شيء عمل شيء خطر أنه يموت عليه، ومن مات على شيء يعني سيء يبعث عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه في الصحيح. طيب هل المرأة المتبرجة لو ماتت بالتبرج يصير؟ لو أخذها الله، وهالرجل اللي يدغدغ المرأة منه ولا منه بإشارة ولا رمز ولا كذا ولا كذا ولا خدمة ولا شيء، وهي توشك إنها تحكك به بعد، خافت الله؟ هي ما خافت الله، والله ما خافت الله، وهو ما خاف الله. فيا ويح، يا ويح، إن قدروا فليذكروا أن الله عليهم أقدر، إن قدروا فليعلموا أن الآجال مغيبة، ربما يكون الإنسان في آخر لحظاته، وأنه إن مات على هالحال بعث عليها،
وإن مكنوا من المعصية فهو والله أشد العقوبة. إن أخذه أليم شديد. اقرأ الآية ردده. إن أخذه أليم شديد. فيا أمة الله لا تفرحي بالسفور، من عصى الله بشيء فهو عرضة أن يعذب به. ويا أيها الرجل لا تغتنم الفرصة أنه حصل لك بعض ما تريد وما تهوى تلذذ به، لا تتلذذ بمعصيته فوالله إنها ألم يوم القيامة. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. التفتوا يمين ويسار، شوفوا الجياع، شوفوا الجياع، شوفوا المشردين بيوتهم، شوفوا من تهدمت عليهم بيوتهم، شوفوا أحوالهم، والله ما يملكون شيء، ما معهم شيء، حتى الأدوية ما معهم. وأنتم تعصون الله لأنكم آمنين، لأنكم شبعانين، لأنكم قادرين. والله إن كانت العقوبة على قدر النعمة، إننا على خطر من عقوبة ما فيها أحد من العالم. الأمر شديد، الأمر شديد، الأمر شديد. تذكروا ولا تحسبن الله غافل عما يظلم. أسألكم بالله، المرأة المتبرجة ظالمة ولا ما هي ظالمة؟ طيب إذن هي متبرجة، والله تعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والله إنهن تبرجن أشد من تبرج الجاهلية الأولى. الذي ينظر المتبرجة ويستمتع ظالم ولا ما هو ظالم؟ ظالم. ويا ويله، إن ربك لبالمرصاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قطعوه، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، إيش بعده؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. يؤذبك الله بما يشاء وقادر عليك والله، ولا مفر لك ولا تتخلص من هذا. غاية ما فيه أنه يصيبك بألم يحار فيها الأطباء يقول والله هذا السين ما عندنا علاج له. زوروا المرضى، زوروا المقعدين، زوروا أصحاب العاهات حتى تذكروا نعمة الله وتشكروها عليكم. كل واحد يتنظف ويتلبس وكذا 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 من أجل الفتنة، يا ويله. الله جميل وحب الجمال، لكن أنت من أجل فتنة تزين حتى تعجب النساء، أول مرة تزين حتى تعجب الرجال، الله منك بالمرصاد. وإن أخرك فلا تدري ما الحكمة من التأخير، ربما أنه ليشتد عذابك، عذابك ربما أنه ليأخذك أخذ عزيز مقتدر يجعلك عظة للآخرين. ما رأيتم المغنية اللي سقطت أمام الناس؟ ما رأيتم المغني اللي سقط أمام الناس ميتا؟ ما رأيتم، ما رأيتم والله عدة وفيات خلال 3 سنوات لو الناس يتأملون لاتعظوا. كله الحاكم، الوزير، اللي برتبة عسكرية كبيرة، اللي كذا، الغني، اللي غيره، سقطوا أمام الناس، أمام الشاشة. ما هو هذا بأجل؟ ما هو بقدرة من الله عز وجل؟ ما هم رايحين إلى الله سبحانه وتعالى؟ الآن ينتصرونهم بقبورهم، يستفزعون بالدفاع المدني ولا بالذري، يستفزعون يطلعون يوم القيامة. يجي واحد عادي ما معه شيء، حتى الستر ما عليه ستر، كيف يسوي يوم القيامة؟ ينبغي الناس أن يتذاكروا، ينبغي أن يتفكروا، كلنا جميعا ينبغي أن نتذكر ونتفكر.